بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج الانسز. وان شاء الله النهارده التمرين اللي عندنا التراس، والتراس ده بيكون عباره عن 2 دي موضح بيه الابعاد اللي قدامك. انت عندك هنا اتنين لينك. انت عندك اللينك الاولاني او الممبر الاولاني كان عباره عن الطول بتاعه عباره عن 1 متر، وعندك هنا التثبيت، وعندك اللينك الثاني عباره عن الطول بتاعه والارتفاع بتاعه عباره عن الواحد متر. وقال لك ان الكروس سكشن بتاع الشكل اللي قدامك هو عباره عن، او الشكل بتاع التراس بقى عباره عن المساحه بتاعته عباره عن 2 من 100 في 2 من 100 متر تكعيب. والمودرس اوف الاستيستي كان عباره عن 2 في 10 7 في 10 اس 10 باسكال او نيوتن على المتر تربيع. التراس اللي عندك هنا معرض لمجموعه من الاحمال. انت عندك هنا مجموعه احمال هورزونتال وعندك احمال فيرتيكال. فانت عندك هنا في الاتجاه الافقي عندك هنا 500 نيوتن، وعندك في الاتجاه الثاني او في الاتجاه الفيرتيكال عليه مجموعه الحمل بتاعه عباره عن 2500 نيوتن. هو المطلوب بقى اللي احنا نبدا نعمل ايه؟ احنا عايزين نبدا نحسب الاجهادات اللي بتاثر على التراس اللي قدامنا، ونبدا نحسب البندنج ستريس، ونقدر نحسب الريأكشنات لو احنا عاوزين نحسب الكلام ده. عشان نروح نعمله بقى على برنامج الانسز، بنروح نختار الانسب طريقه اللي احنا نحل بها التراس. واحنا الكلام ده احنا طبعا اتكلمنا عنه كتير، وده مثال بسيط جدا على اللي احنا حليناه. احنا حلينا امثله وحلينا افكار كتير، وافكار كانت اصعب من الشكل ده، بس ده كان مثال اتلقيته في المرجع. حبيت اللي احنا نبدا نحله ونشوف الخطوات بتاعته. هتلاقي عندك هنا اللينك ويديك كروس سكشن، يبقى انت كل اللي محتاجه الابعاد بتاعت اللينك بتاعك. فاحنا لو اعتبرنا النقطه دي عباره عن 0 0، يبقى انت عندك هنا نقطه اللي هي مسافه 1، والنقطه الثانيه هنا بارتفاع 1 في الاتجاه بتاع الواي. وبتقدر توصل بقى اللينكين دول او الخطين بتوع التراس، ويتعرف له بقى الكروس سكشن اللي هو عباره عن مربع، ويتعرف الماتيريال لان هو شغال على الماتيريال مودرس في السيستي 7 في 10 اس 10. هنروح على برنامج الانسز ونبدا نطبق الخطوات دي. اول حاجه نبدا نفتحها البرنامج اللي هو المديول الخاص بالاستاتيك زي ما احنا متعودين، بس المره دي هنبدا نعرف بقى الماتيريال. هنبدا نعرف الماتيريال، هنسمي ده الماتيريال بتاعتنا اللي هي عباره عن 2 دي تراس، وهنقول له الايزوتروبيك المودرس اوف الاستيستي، وقيمتها 10، قيمتها 7 في 10 اس 10، يبقى 7 في 10 باسكال. والباصين ريشيو عباره عن، هندي لها فرد اللي هي عباره عن 3 من 10. مش محتاجين اكتر من المودرس اوف الاستيستي او الباصين ريشيو. نقفل بقى الكلام ده ونروح على الموديل بتاعنا ونخش على برنامج الديزاين موديل. اول حاجه نبدا نعرفها لليونت، واليونت عندنا هنا بعرفها بالمتر. اروح اشوف المثال اللي عندي، والمثال اللي عندي بالمتر، واختار بقى المستوى اللي هبدا ارسم عليه واعمل سكتش واعمل لوك ات، وبعد كده هبدا اختار او هبدا ارسم بقى الايه الخطوط بتاعتي. انت عندي هنا امر باستخدام امر لاين، هبدا اعمل له هنا لاين، وعندي لاين تاني في الجزء ده، وبعد كده اديله الدايمنشن. فانا عندي الطول ده كله عباره عن 1 متر، ونختار بقى هنا من اللينس، ونختار من النود دي لغايه النود دي. المسافة دي عبارة عن 1 متر، والمسافة التانية عبارة عن 1 متر. نكبر بقى الكلام ده عشان نبدأ نشوف شكل التراس بتاعنا. ادي التراس. لو احنا رجعنا بقى للكلام ده عندك خط، وادي الخط التاني.
ونبدا نعرف بقى من الكونسبت اللاين فروم سكتشز، ونختار ان السكتش ده نعمل له ابلاي، ونعمل جنريت، ونعمل كروس سكشن بتاعنا اللي هو عباره عن المستطيل، وهو عباره عن 2 من 100 في 2 من 100، ونعمل جنريت، ونعرف بقى الكروس سكشن بتاعنا او اللاين بودي بتاعنا ده ان ده الكروس سكشن بتاعه، ونعمل جنريت، ونبدا نظهر الشكل بتاعنا، يبدا يظهر شكل الموديل، ادي شكل التراس، وادي شكل الكروس سكشن بتاعك، وبكده يبقى انت خلصت الموديل بتاعك. نقفل بقى الكلام ده ونروح على الميكانيك. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نعرف الماتيريال، وهنبدا نعرف المش، ونبدا نعرف البوند كونديشن. ما ننساش اللي احنا غيرنا في الماتيريال بتاعتنا واحنا شغالين على المودل سبيرستي 7 في 10 اس 10 باسكال. اول حاجه هبدا اعرف الماتيريال، وانا عندي هنا شغال بالستيل، لا انا شغال على الماتيريال اللي انا سميتها 2 دي تراس، وهعمل جنريت مش، وهعدل شكل الموديل اللي قدامي، وهبدا اقول له اعمل لي، هعمل هنا شو مش، وهبدا اقول له اعمل لي هنا التثبيت، واختار التثبيت بتاع اللي هو عباره عن سيمبلي سبورت، وهقول له عند النقطه دي اختار هنا النود، ويعمل لي سمبل سبورت على الجزء الثاني، وبالمره اديله اقول له اعمل لي فيكسد حوالين الروتيشن عند واحده من الاثنين، واقول له عند النقطه دي وبعد كده اقدر اقول له حط لي الاحمال، وانا عندي الاحمال هنا كانت عباره عن 500 في الاتجاه بتاع الاكس، اختار النود، وهبدا اعمل هنا في الاتجاه بتاع الاكس اختار 500 نيوتن، ونفس الكلام هبدا اعمله اللي عامل انسرت بقى للفورس في الاتجاه عند النود ده عند الكومبوننت في الاتجاه بتاع الواي، قيمتها ب 2500 نيوتن، احط الاشاره السالب واعمل 2500 نيوتن، وبكده ابدا اراجع على الباوندري كونديشن. هتلاقي عندك هنا 2 احمال، او عندك هنا مجموعه من الاحمال، او 2 لود، واحده 500 وواحده 2500، وعندك 2 التثبيت، وعرفت الماتيريال والخطوه اللي بعد كده ابدا اقول له اعمل سولف للكلام ده. اقول له احسب لي التوتال ديفورميشن، واحسب لي من القائمه بتاعت البين تول زي ما احنا اتعودنا، واقول له حل الكلام ده، يطلع عندك بقى التوتال ديفورميشن طلعت عندك ب 3.10 ملم، ومن الخانه دي زي ما احنا متعودين نقدر نعمل انيميشن للشكل بتاعنا، بس خلي بالك الانيميشن ده هو عامله بالاوتو سكيل، يعني ضارب فيه رقم عشان يبدا يظهر لك الشكل ده. ونبدا نحسب بقى الكومبايند ستريس، طلع عندك هنا ب 9.91 ميجا باسكال، والدايركت ستريس ب 8.8 ميجا باسكال، وبكده نقدر نحسب برضو بالمره الماكسيمم بيندنج ستريس. وبكده يبقى احنا خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.